عافي محدش ياكل لقمته. اهلا بكم مشاهدي برنامج رئيس التحرير القائد وفي القلب منها ملح الارض. وملح الارض معانا النهارده ملح الارض في ليبيا، يعني المخيلي، شحات، سوسه، اهالينا في درنه، اهالينا في مرطوبه، اهالينا في مساعد. اهلا بكم. في البدايه بنعظم شهدائنا، شهداء اعصار ليبيا المسمى دانيال، وبنسمن على مجهودات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وبنترحم على شهدائنا من الشعب الليبي وشهداء لقمة العيش من المصريين. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتم الشفاء على المصابين في هذا المصاب الجلل الغير مسبوق. واسمحوا لي اقول لكم حاجه يمكن تكون بالنسبه لكم يعني صادمه، او الراجل ده بيقول ايه او ايه اللي بيتكلم فيه. انا وجهه نظري الشخصيه ان الاعصار المسمى كذبا وزورا دانيال هو بفعل فاعل، وبقولها من خلال برنامج رئيس التحرير وبقولها الملح الأرض، ده ممكن يكون بفعل فاعل. لو رجعنا لورا شوية وقلنا التصريح اللي قاله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جيمس كاميرون لما قال إن تغير المناخ ممكن يؤدي إلى غرق الإسكندرية، فمتهيألي يعني جيمس كاميرون ما بيفتحش الوضع يعني ولا بيشوف المندل، لكن احنا عارفين طبعا طرق الذكاء الاصطناعي. وإيلون ماسك لما اتكلم على الامبريلا اللي تغطي العالم، وشفنا يعني حروب كتير من حروب الجيل الرابع والخامس وموضوع القبة التسع سماوات النارية اللي بيتحركوا فيها. عموما مش ده موضوعنا، هو موضوعنا ان بنترحم على شهداء الشعب الليبي البطل، وموضوعنا ان عندنا قائدنا القوي الأمين عبد الفتاح السيسي لما من أكتر من 10 سنين قال هي مسافة السكة، اتضح بالفعل أن مسافة السكة أقرب مما تتخيل في ساعات قليلة. ويمكن بعد اجتماع القائد عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة المصرية العظيمة بمبنى وزارة الدفاع، كان في خلال دقائق في تحرك من خير أجناد الأرض على الساحة الليبية لإنقاذ الشعب الليبي البطل والوقوف بجانبه ومساندته في هذا المصاب الأليم. على فكرة يعني قوة وعظمة جيش مصر وضحت، أو جزء منها وضح في هذا الإعصار وفي هذا التحرك. ده جزء قليل من عظمة وقوة جيش مصر. قوة جيش مصر بتظهر في هذه الشدائد. مسافة السكة مش حروب فقط، مسافة السكة هي مساندة الأشقاء العرب في كل ما يألم الوطن العربي. احنا دايما بنقول ان ممكن المحنة تخلق منحة،
وده وطالما النوايا صافية، وطالما معانا قائد شريف في زمن عز فيه الشرف، تعالى كده نسترجع لو الموضوع ده هو التام في زمن آخر، في عصر آخر غير عصر قائدنا عبد الفتاح السيسي. شفنا في السابق المخلوع أثناء غرق عبارة كان بيحضر مباراة ولا في الدماغ، بس احنا بننسى، هي مشكلتنا ان احنا بننسى. اقسم بالله العظيم لو هذا الاعصار او هذه العاصفة او هذه الكارثة اللي حدثت في ليبيا في دارنا كانت في اي عصر اخر غير عصر القائد عبد الفتاح السيسي، والله والله كانت الكارثة هتبقى اكبر، ومفيش مساعدات ومفيش حد بيتحرك. اي دولة اعلنت ان هي هتتحرك وتيجي وتساعد وتساند قالت مستحيل نصل الا بعد مرور وقت كبير تكون المسألة انتهت. هو اللي كان فعلا بتسرع وبتواجد شديد اللي احنا لاحظناه وشقارته القيادة السياسية في ليبيا هي دولة روسيا. جيش مصر العظيم كان متواجد بعد بضع ساعات، ومش عايز ابالغ بل بضع دقائق كان تحرك سليم وواعي من جيش مصر العظيم وخير اجناد الارض على كل المستويات برا وبحرا وجوا وبكل مناحي، يعني عفوا يعني بكل ما تملكه مصر من دعم وقوة كان على الأراضي الليبية لنصرة أخوتنا الليبيين ولنصرة شعب ليبيا الطيب البطل. وبالفعل هي دي مسافة السكة، وهو ده عنوان مسافة السكة. وبعد كده إن شاء الله في حلقات جاية هنتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي، لكن أنا بالنسبة لي زي ما قلت في بداية الحلقة نفتش عن تصريحات جيمس كاميرون قبل اجتماع كوب 27 في شرم الشيخ. كان صرح تصريح مغالط كده وقال ان اسكندرية هتغرق بسبب الاعصار او العاصفة او اي مكان. بعد كده اللي غرقت للأسف الشديد مدينة برضو، نزعل على اهلها ونزعل على شعبها لانهم اشقاء لينا في مدينة دارنا. والحمد لله يعني التحرك كان واضح وصريح من قبل القيادة السياسية المصرية ومن قبل المسلحة المصرية العظيمة الشريفة البطلة. وبفضل الله بفضل الله مجهودات بتحصل على قدم وساق ليل نهار، بيوصلوا الليل بالنهار لإنقاذ الشعب الليبي والبحث عن المفقودين وانتشال الجثث المنتشرة في شوارع درنة والشحات وسوسة ومرتبة. في مناطق كتير اتضررت، مناطق كتير في يعني في مدينة درنة أو في الشرق الليبي عامة في قرى اختفت. احنا بنتكلم النهاردة في اكتر من 5000 قتيل ولا يقل عن 10000 مفقود، وان شاء الله بإذن الله نكمل بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة أخرى حبايبنا وأخوتنا الليبيين وملح الأرض في ليبيا وملح الأرض في مصر. إحنا إيد واحدة، مصر وليبيا إيد واحدة على قلب رجل واحد، لتحيا الأمة العربية وتحيا ليبيا وتحيا مصر عظمى قد الدنيا. هنستعرض مع بعض كده حقائق توجع إخوان صهيون. احنا عارفين طبعا ان ليبيا كشفت السر المرعب لقوة الجيش المصري،
واللي متابع الكارثة اللي بتتعرض ليها ليبيا الشقيقة بسبب الإعصار المسمى دانيال يلاحظ ان العيون كلها متجهة نحو القوات المسلحة المصرية. وماذا تفعل؟ القوات المسلحة المصرية كشفت عن سر من أسرار خير أجناد الأرض. يا راجل ده بمجرد ما وقعت الكارثة القائد السيسي اجتماع عاجل بقيادات القوات المسلحة في مقر وزارة الدفاع، وما مرتش دقايق زي ما أكدنا على فضل الاجتماع حتى أطلق الجيش المصري أكبر عملية إنقاذ تشهدها المنطقة في تاريخها. احنا كنا مفكرين ان الامر يقتصر على تقديم مواد اغاثه والدفع بفرق انقاذ وفرق طبيه وما شابه، لكن لا، ده الموضوع طلع كبير قوي 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 وفي حدث غير مسبوق على الاطلاق. وده كلام رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي، قال كارثه لم تسبق في تاريخ ليبيا من قبل. المعتاد في النوعية ديت من الكوارث اننا فوجئنا بتحرك غير مسبوق بامكانيات ووسائل لا تملكها الا القوى العظمى، خطط عسكرية غير مسبوقة استحدثها بس الجيش المصري العظيم، ده مش استحدثها وبس، لا وطبقها كمان في عدد ساعات قليل. كانت عملية إخلاء جثث المصريين الشهداء، شهداء لقمة العيش، كانت في عدد ساعات قليلة ورجعوا لمحافظاتهم زي ما قلنا اللي كانوا شغالين في ليبيا واللي استشهدوا في الإعصار، بل كمان اتسلمت جسامينهم لأهليهم في مختلف المدن. كان في جسر جوي اوله في القاعده العسكريه المصريه واخره في ليبيا، وما زال بين الاشقاء الليبيين ومساعدتهم، وكان بيعود محمل بالمنكوبين الذين فقدوا منازلهم واصبحوا بلا مأوى. وبسرعه مذهله اتحركت برا شاحنات واليات وعربات اسعاف وانقاذ وجرافات، ووصلت في زمن قياسي لموقع الكارثة زي ما قلنا في مرتضى، في التميمي، في شحات، في سوسة، في نخيلي، في كل المناطق المنكوبة كان في تواجد وما زال للقوات المسلحة المصرية عشان تحرير المحاصرين وإنقاذ العالقين في الفيضانات بسبب الفيضانات وانتشال جثث الضحايا. في الوقت اللي قالت فيه وسائل الإعلام العالمية إنه لا يوجد معدات إنقاذ قادرة على الوصول للأماكن المنكوبة، لا يوجد معدات إنقاذ قادرة على الوصول للأماكن المنكوبة، ده مين اللي قال كده؟ وسائل الإعلام العالمية. لكن لا، الجيش المصري العظيم كان ليه رأي آخر. الحشد المصري في البر والبحر والجو كان ليه رأي آخر. حفظ الله شعب ليبيا الطيب البطل، حفظ الله الأمة العربية، حفظ الله مصر، حفظ الله قائدنا القوي الأمين الشريف في زمن عز فيه الشرف. رجعنا لكم حبايبنا ملح الارض في ليبيا وفي مصر، طبعا حلقه خاصه عن اعصار ليبيا، وبناكد زي ما اكدنا قبل كده ان شعب مصر العظيم قياده وشعب وجيش سند وظهر للشعب الليبي الطيب البطل
احنا اخوت زي ما اكدنا، وهنسيبكم مع فقرة البركة، فقرة عظم شهيدك واللي بتقدمها الحاجة أم الشهيد الأستاذة إيمان غريب. نروح ونرجع تاني. أهلا الحمد بكم. لله رب العالمين. معكم مراسل برنامج أوس التحرير القائد أم الشهيد إيمان غريب. أنا المواطن المصري. نستعرض مع حضراتكم من خلال فقرة عظم شهيدك ما قدمه قائدنا العظيم وما زال يقدمه لشهداء الوطن من الجيش والشرطة، شهداء ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والحفاظ على ترابها. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة أحد أسر الشهداء، سواء كان أم أو أب أو زوجة أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة، من خلال شهادتهم في هذا البرنامج يوثقون بالدليل إنجازات قائدنا العظيم السيد عبد الفتاح هاشم تطوع بالقوات المسلحة عام 2011 واستشهد عام 2014. كان مقتديا بي عندما كان يراني لابس البدلة العسكرية، فكان يفتخر بي بين القوات المسلحة. محمود تطوع في سن 15 عام واستشهد وهو ابن 19 عام. هذا يدل على إخلاصه لعمله وتفانيه. كان محبا أداة الصلاة من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. هو صغير سن كان دائما يحفظ القرآن الكريم. قد رحمه الله كان مثالا للشباب المصري الذين يحتذى بهم في دفاعهم عن الوطن. استشهد يوم 26/1/2014. الشهيد محمود السيد عبد الفتاح هاشم البقاش ابن ميت أبو خالد وجصفة ميت غمر دقالية، وابن الجيش الثالث الميداني الفرقة 23 اللواء 116 الكتيبة 387 دفاع جوي، وابن قوات الدفاع الجوي. محمود كان يلاحظ في كل وقت بتغيير في القوات المسلحة. عندما كان السيد المشير حسين طنطاوي ماسك القوات المسلحة، وعندما تغير واستكمل مكانه السيد المشير عبد الفتاح السيسي، كنا نخاف من الشرطة العسكرية، وكان يقول لي الشرطة العسكرية في خدمتنا يا بابا. سيد الرئيس عمل منظومة جديدة للقوات المسلحة، تغيرت جميع كل حاجة، مبيتات الإعاشة، العربات، المركبات، عمل إنجازات من بعد قيام الثورة، ثورة 30/6/2013 إلى وقتنا هذا طيلة 10 سنوات. أرجو من السيد رئيس الجمهورية ترشيح نفسه، وعن نفسي خاصة أنا وأولادي أحمد وزهراء ومحمد أولادي، نبايع السيد رئيس الجمهورية لفترة رئاسة قادمة. وبالنسبة لأهل بلدي ميت أبو خالد وجصفة، نيابة عنهم أرشح السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوليه فترة قادمة إن شاء الله، وكان الله في عونه وزاده من العمر من طيلة العمر. اللهم أمين يا رب العالمين. إن شاء الله الخير قادم، إن شاء الله الخير قادم. مش عارف أتكلم أصلا وأقول إنجازات السيد رئيس الجمهورية اللي عمت على جميع البلاد، سواء طرق أو كباري أو غيره
او مدن صناعيه ومدن المبيتات والعشوائيات والحاجات اللي زي ديت. كل حاجه اتعملت في عهد السيد رئيس الجمهوريه خلال 10 سنوات الماضيه اللي فاتوا يعني انجازات كبيره له وتحتسب له. فنشكر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على هذه الانجازات في عهد السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. شكرا شكرا شكرا. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ورجعنا لكم حبايبنا حبايب برنامج رئيس التحرير القائد. وزي ما اكدنا في بدايه الحلقه رب ضره نافعه، ومن المحن بتكون المنح، ان شاء الله باذن الله الشعب الليبي قدها وهيقوم تاني، وباذن الله هيتم تعمير مدينة درنا وكل المدن اللي تضررت هيبقى في إعادة إعمار. عايزين إن شاء الله نأكد إن القادم أفضل بإذن الله. طول ما إحنا مع بعض إيد واحدة، إحنا مصير واحد، إحنا شعب واحد. اللي شفناه من تحركات في مصر وإن الشارع المصري حزين حزن غير مسبوق، تشوف الوجوه تشوف الوشوش في الشارع حزينة وكله بيسأل يا ترى أخبار الأهل إيه في ليبيا؟ يا ترى الشعب عامل إيه في ليبيا؟ طب لو في حد جاي. على فكرة شعب مصر شديد الصلة والالتصاق بشعب ليبيا من مئات بل من آلاف السنين، بحكم الجغرافيا وبحكم النسب وبحكم السهر وبحكم القرابة وبحكم كل شيء حقيقة. يعني أول من لبى الندى وكان موجود هو شعب مصر العظيم، ممثل في القيادة السياسية وممثل في قواتنا المسلحة المصرية العظيمة خير أجناد الأرض. وشفنا استقبال الشعب الليبي ما شاء الله كان فرحانين جدا وما زالوا فرحانين جدا، وحسوا ان لا ليهم ظهر وليهم سند، وهو فعلا الشعب المصري سند وظهر ليكم. ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه نشوفكم على خير، واحنا بنستعرض عملية اعمار مدن داخل ليبيا، وباذن الله نعمل حلقة خاصة عن اعمار مدينة درنا في شرق ليبيا. ونسيبكم على خير. محدش ياكل لقمته.